نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية شاملة بمنطقة عرب المعمل بمحافظة السويس بالتعاون مع جامعة السويس. وشهد مركز شباب عرب المعمل بحي عتاء بمحافظة السويس إقبالا كثيفا من جانب المواطنين الراغبين للخضوع للكشف الطبي بمختلف التخصصات. وضمت القافلة الطبية أغلب التخصصات، حيث تم الكشف على أكثر من 500 حالة وصرف الصيدليات والعلاج بالمجان. كما استقبلت القافلة الطبية أهالي من منطقة عرب المعمل في جلسات توعوية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.